جمهورنا الكريم يا هلا ويا مرحبا فيكم وحلقة جديدة من برنامجنا نجم في الشارج. ومثل ما انتم تشوفون الحين بالكاميرا هذه انا وين متواجد؟ وين متواجد؟ وين متواجد؟ متواجد طبعا في المدينة الحبيبة والمدينة الساحرة والمدينة الجميلة، مدينة خرفكان. خرفكان ومن منا لا يعشق خرفكان؟ يا هلا ويا مرحبا الغالي. مدينة خرفكان مثل ما انتم شايفين طبعا اليوم ضيفنا مميز، ضيفنا حبيب، ضيفنا جميل من دولة الكويت الشقيق، الفنان الجميل فيصل العميري. تعرفون فيصل العميري يترياني في الفندق، واي فندق؟ ما في غيره، الفندق الجميل، فندق والواجهة الحلوة في مدينة خرفكان، الأوشينيك. شو تأخر علي هذا؟ قال بي شوفه ماية. وصلنا طبعا وياكم حاليا لفندق الأوشينيك اللي في خرفكان بانتظار ضيفنا المميز فيصل. فيصل 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 هو فيصل الله يقويك. شلونك حبيبي؟ حبيبي هذا طبعا ليش عشان تعرفونه اخوي، اخو دنيا، اخو عزيز، صديقي فيصل طبعا. وحشني، نورت الامارات حبيبي، ونورت الشارجة، وجودك ونورت خرفكان. طول عمرك. جاهز؟ متحمس؟ جاهز. اكيد اكيد. مو ضروري لنا شغلات ترى. اكيد اكيد. قوس وحركات. صدق لا نقول حق المشاهدين، ترينا في الجوله الاولى. اوكي حبيبي. الفنان المتميز فيصل العميري، الباحث عن الأدوار الفنية الباقية اللي تترك أثر عند الجمهور، وما تقل أهمية عن الأدوار اللي قدمها في مسلسلات مهمة مثل شخصية بلال اللي جسدها في الفاروق عمر، أو حتى اللي جسدها في عناقيد الذئاب. محلات شيخ خرفكان روعة وجمال، ليش؟ ساحل خلاب وطبيعة تاخذ الألباب. الله على أهلك وناسك. كل هذا وبعدنا ما شفنا شيء ويا ضيفنا. ترى الجولات والمواقع السياحية والترفيهية في خرفكان ما بتنتهي، حالات الجو والناس اللي تسبح وبعد اللي يلعب كرة، هذا غير اللي على الخيل ويا ربعه يطوفون. الله عليك يا خرفكان. دلوقتي هعمل لكم محاضره شبه مختصره عن الغوص، لان انت اول مره تغوصوا. في هاي الحلقه بتتابعون مسلسل استثنائي من الخوف والعذاب. شو بنقول بعد؟ ويا منوعات ضيفنا فيصل، كل ولا دقات القلب اللي ما تنتهي، والعيون اللي كلها رعب، ولا الايدين اللي جالسه ترتعش. تعرفون ليش؟ لان في غوص ومنطاد واشياء كثيره. ضيفنا بيقدر عليها ولا لا؟ خلكم وشوفوا. طبعا اخونا فيصل الامير، تبي توجه رساله لعائلتك في الكويت قبل لا تدخل؟ انا يعني سعيد جدا بهذه التجربه. نعم. اللي ما ادري ايش راح يكون حقيقه، يعني توصي شيء من العيال؟ من الحين مرتبك انا، بس ان شاء الله تكون تجربه شيقه نتعلم منها الغوص. نعم. وعلى ايد الكابتن مروان، واهم شيء الزعنف. فيصل لا تمثل علينا، ترى نعرف ان هذا خوف. يمكن حالتي اصعب من حالة فيصل، ترانا في الهوى سوى. فيصل متردد ينزل ولا ما ينزل، والظاهر شكله انه ما بينزل. شقايل عرفنا؟ عيونك خبرتنا. لا ايش البقع، ايش البقع ايه؟ اتعذب لحظة اتعذب. بص تحت هتوصف المية. انت اهدى ماشي؟ انت اهدى وانت خد هوا للاخر خالص زي ما قلت لك. الطريقه اللي باخدها يلا بص بص لي تحت بقى. Thank you.
نأشر تحت الماي أن الأمور طيبة، لكن العكس. أنا وفيصل نبى نطلع، لكن الله يسامحه المدرب يالس يردم. ياه، تجربة جميلة وفريدة من نوعها اليوم. أول مرة في حياتي أغوص طبعاً بمساعدة الكابتن أحمد اللي علمني كل الحركات تحت الماء. يلا براي أساس أحمد، الحركة هذه يعني أوكي، والحركة هذه مش يعني أوكي، هاي معناتها فوق، والحركة هذه معناتها إني أنا في مشكلة، لكن لازم تحدد المشكلة في إذنك ولا بخشبة. محلات بحر غرفكان، شعب مرجانية، جمال، أسماك، لوحة فنية تحت الماء، والله إني روحة. فيصل الحقوا يا جماعة، فيصل اختفى ليكون غرق، خواف وما يعرف يسبح. فيصل التجربة هذه سببت لي نوعا ما شوية وقت هني، لأن أول مرة أغوص. تجربة مية مية كذي فوق سطح الأرض وتحت المياه مية مية كذي. يا سلام، روعة روعة الجو ما شفته يا إخواني. وأضيف على كلام أخوي طبعا الفنان الجميل فيصل العميري، أجواء ساحرة، أجواء خلابة، أجواء جميلة، طبيعة الحلو في غرفكان الطبيعة اللي فيها، الأهالي والناس يجون من كافة الإمارات يتواجدون، خاصة في الأعياد وخاصة في الإجازات يتواجدون، وخاصة لأهل الدايفنج والغوص. طبعا تلقى لكل غواص جدوله، الخور أو الفجيرة أو أي مكان في دولة الإمارات، لكن خصيصا الخور هذا المكان الجميل وهذه الجزر الجميلة وهذا البحر. وبتشوفون بعد جولاتنا الثانية مع حبيب فيصل. هذه المناظر الطبيعية والجمال الأخاذ كلها توجه لكم دعوة، تعالوا الغرفكان عروس الساحل الشرقي، زوروها وعيشوا لحظاتكم الحلوة مع أهلكم وربعكم اللي تحبون. ومن بعد الدايفنج جمهور الكريم والجولة السريعة اللي كانت مع أخونا النجم فيصل العميري، شو رأيك بس بالدايفنج بالوص؟ تعال انا والله لو ما ضغط لو الاذني عشان ما طلعت، والله نفس الشيء. اجواء جميله جدا. عموما احنا وياكم متواجدين اعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون في الخلف جزيره القرش. ليش سميت جزيره القرش؟ يقول لك فيصل اي حد يشوفها من بعيد تعطيك بالضبط كان القرش وهذاك ذيله، لذا سميت بجزيره القرش. طبعا هذه جزر او جزيره من عده جزر متواجد في غرفكان. طبعا السياح من كل مكان ايونا فقط لمشاهده هذه الجزر الجميله التي تشتهر بنقاوة المياه والحياة البحرية والمرجانية. طبعا اول ما تشوف انت القرش دائما تتذكر الموسيقى العالمية ايش؟ اجمل ما في جزيرة القرش قلب حفر على الصخر ليشهد بحب رجل عظيم اكيد عرفته. طبعا هذه الجولة خاصة حق ضيف العرب، هبركب وياه خلوه يروح يركب. فيصل انت اوكي؟ لا لا اوكي. طبعا الحين جوله الباراشوت، بتشوفون فيصل العميري فوق ويشوف مدينه غرفكان ككل. خلونا نشوفها. يلا حبيبي حرك. يلا حتى في الباراشوت ما يبي يطلع. يلا بس انا اقول على الخوف، مسكين يا فيصل. في الفضاء وإطلالة على مدينة غرفكان، يا حظك يا فيصل، بتشوف مناظر وبتستمتع بالجبال، بحر، خضرة، مدينة، جو، كل هذا وانت فوق في الباراشوت، لكن الخوف بيضيع كل هذا. هذه تجربة جديدة من تجارب الباراشوت في غرفكان، وهذه التجربة أكيد يعني راح تكون لها ذكرى
ذكرى جميلة ومرعبة بنفس الوقت معاي. فيصل انت اوكي؟ انا فيري اوكي. اي فيري اوكي، خليكني معايا كاميرامان. عموما شوفوا هاي الجولة السريعة، مسابقة وبيني وبين الضيف، منو بيفوز؟ صاحب الدار ولا الضيف؟ انا اقول صاحب الدار بين ارضه وجمهوره. انتوا اوكي؟ اوكي. جمهور يا حبيبي حرك. يلا 1 2 3 ما يستوي فيصل يفوز علي. No way. وعلى هذا الشريط الساحلي اطلعنا فندق الأوشنك، خدمة وضيافة وراحة. بعد ما فزت عليك طبعا في الجولة السريعة. ليش تذكرني يا أخي؟ لازم أذكرك بعد، لازم دائما المغلوب ما ينسى والفايز هو اللي ينسى. عموما بشكل سريع حال المنظر، ترجع للكويت، شو بتقول حق الناس اللي في الكويت؟ شو هل عن هالتجربة هذه؟ كيف خطت هالتجربة بيانا اليوم؟ أنا بقول حق الكويت، أهل ديرتي طيبين الحلوين، ترى هني ناس طيبة وحلوة، إخواننا طيبين مثلكم وشرواكم. هني تحديداً في خور فكان منطقة إمارة منظر ولا أروع، مذيع مذيع طبعاً جميل ولا أروع. وحقيقة تجربة، أنا أول مرة أسوي هذه الشغلات الثلاثة، دايفينج زين وفلاينج بالباراشوت وجيت سكي، كلها كانت احلام وتحققت على ايد المنظمين واخوي المذيع على فكرة الجميل مروان. ما خلصنا نروح نريح، ايه نشرب لنا شيء، اكلنا شيء، وناخذ في جوله اخيره. ما ابغى اودعك. ليش عيل تقول؟ ليش عيل تقول لي قول كذي قبل لا يسافر؟ ما يقول لي شوف وين فيصل سافر، بس المره ما راح اخليه حبيبي. شوفكم في غرب مدينه خرفكان، مشاهد أخرى من الجمال والروعة ومنظر من التراث البديع، تشوف بأدق تفاصيله وإبداعاته والخضرة الجميلة والمنازل التراثية وغيرها من الحضارة التي تزين المنطقة، خلتنا نحب المدينة ونتعرف عليها أكثر. لا إله إلا الله. تعال فيصل السيد خبرك. شنو؟ في معلومة هناك لازم أقول لك إياها لأن معلومة وايد مهمة. هالمنارة ايه شو تذكرك؟ والله يا مروان انا شايفها هذه، بس وين يمكن شافنا في التلفزيون قناة الشارجة يحطون لقطات ولا شيء يعني. ايه يعني ببالي هي شايفها. ترى على فكرة هذه المنارة وهذه المعلومة قليل منها، يمكن حتى انا تفاجأت بهالمعلومة اليوم. تخيلوا من 200 سنة، من 200 سنة بنوها وانا اعرف المعلومة اليوم، والمعلومة هي منتشرة في كل مكان. انا بقول لك وين. وين؟ ها شنو؟ 5 دراهم. تدري ان 5 دراهم الصورة اللي هني شوف؟ صورة المنارة اللي موجودة في مسجد سالم المطوع. طبعا ما قلت لنا احنا متواجدين حاليا في مسجد سالم المطوع الذي كان يعرف سابقا بمسجد الغرب، الذي تم بنائه يا فيصل قبل 200 سنة اي قرنين. تخيلوا وبنوه منو؟ النقبيون الذي كانوا ساكنين في منطقة الغرب الذي تعرف حاليا بمنطقة الخالدية. رايك والله جميل جميل، وهذا إرث طبعاً نفتخر فيه إحنا كلنا كمسلمين صراحة بأمانة. يعني إذا حبينا نشكر إدارة التراث بدائرة الثقافة والإعلام على الترميم اللي عملوه في فبراير 2011 مثل ما أنتم شايفين. طبعاً اللي بنوه قبل 200 سنة كان عبارة عن أحجار وجذوع النخل، لكن مع مرور السنوات لابد هناك من الترميم. وحتى الماي العذب هناك، البير اللي تشوفه هناك فيصل، يقول لك لين اليوم هذا البير يطلع مياه عذبة رغم المشاكل اللي في المياه الجوفية ورغم الحرارة، لكن شوفوا من 200 سنة إلين اليوم. ما أبغى أقوله لأني أنا ما أحب الختام وما أحب الوداع، لكن أفضل وداع أفضل ختام نحن متواجدين في هذا المسجد. حبيبي فيصل تشرفت فيك حبيبي. خبرنا عن جولتك واستمتاعك ويانا. حبيبي طول عمرك، أنا والله استمتعت كثير الاستمتاع في هذه الجولة حقيقة، والشكر موصول لكل طاقم عمل أجمعي ولتلفزيون إمارة الشارقة زين، وأتمنى لكم رمضان سعيد وعيد أسعد إن شاء الله زين، وكل عام وأنتم بألف خير. انبسطت أهم شيء؟ الحمد لله. مستانس حبيبي لك رجع ان شاء الله يا الاهل مره ثانيه ان شاء الله اكيد. عموما ان شاء الله طبعا هذه جولتنا الاخيره كانت مع ضيفنا المميز الفنان فيصل عميري. الى ان نلتقي وياكم في حلقه ثانيه. هو نجم وين؟ نجم في الشارقه. الشارقه سلام عليكم. نسيت سؤال الحلقه، فيصل نساني. عموما لا تنسون سؤال حلقتنا لها اليوم، ما اسم
هذا المسجد اللي احنا متواجدين فيه في مدينة خورفكان. ما اسم هذا المسجد؟ تصبحون على خير.